ابو سعد قبل شوي عن تذبذب مستوياتهم، يمكن عرجت انت على الكابتن خدير عزيز. انا اذكر يمكن في الكابتن فرناندو هو اللي يعني اشرف على الكابتن محمد العويس وكان معه حتى في الاولمبي وصعد مع فريق اول، وفي وقت من الاوقات درب وليد عبد الله ومحمد العويس وعواجي اللي كان حارس المنتخب الاولمبي. فكان صراحه علامه فارقه في تجهيز الحراس، يعني في وقت من الاوقات كان الشباب هو المصدر للحراس. الان الكابتن فرناندو المدرب انتقل للفريق الاهلي، وانا متوقع انك راح تشوف كذلك انتاج حراس على مستوى جيد ومستوى عالي في الفريق الاهلي. فانا اتفق مع الكابتن ابو سعد انه فعلا احنا عندنا مشكله في دائما الاطقم الفنيه تاتي معها مدرب الحراس، بينما مثلا كابتن فرناندو كان يعني في الفريق الاولمبي بعدين صعد اول وتعاقب مع عده اطقم فنيه كان هو الثابت من بينها، واثمر عن ذلك وجود حراس مميزين في الفريق الشبابي في فتره سابقه. الان راح مع الاهلي تقول فرناندو؟ نعم صحيح، انتقل مع الان موجود يعني بعد انتقال حمد العويس انتهى عقده مع الشباب وتعاقد مع الفريق الاهلي، موجود الان في الفريق الاهلي. طيب الفيصلي والباطن دكتور؟ الفيصلي انا اتوقع يعني قاعد يقدم مستويات ممتازه، قاعد يسير بهدوء المراكز المقدمه، يمكن فاز الفوز الاخير اعطاه دفعه معنويه عاليه واعطاه ثقه، قدمه للمركز الثالث. يمكن اليوم مؤقتا تراجع، المباراه الغد يعني اذا فاز راح يرجع للمركز الثالث او على الاقل المراكز المتقدمه، المباراه في ارضه كذلك اعتقد انه اقرب من الباطن.